بتروح تعمل لم شمل، بعد 3 أيام بتكون مطلقته لجوزها، بعد 3 أيام بتكون كاببته واخذ الاولاد وعامله بيت لحالها وعامله كذا. يعني ما في هالمتانه الانسانيه لحتى اللي تشيل هاي المؤسسه اللي اسمها الزواج، ما في هذا الحكي. بعدين يعني زواج الفنانين مبني على تراكمات. والله هلا من الفتره الاخيره سلاف فواخرجي يا لطيف عم بتفرج عليهم كثير، يعني وين ما بشوف بالسوشيال ميديا. نعم. انه شو هاي، شو هالقصه هاي، ليش هيك، يعني شو اللي صار، شو بتعلق؟ بعلق انه شغلي خامي من سنوات طويله، هلا اجى وقتها انه يتركوا بعضهم البعض، وفي حدا خاسر وفي حدا رابح. كان لازم تركوا من قبل يعني؟ ايه طبعا، ان عندهم طلاق. من كنت قبل. مقرب منهم؟ لا. على الاطلاق. فني عندك ولدين؟ بنتين. بنتين، ما دخلوا الوسط الفني؟ لا. بقرار منك ولا منهم محبه؟ واحدة منهم صوتها كتير حلو بقرار مني. ما بدك اياها تفوت على الفن؟ ما بدي اياها، لانه انا اطمح لاولادي بحياة هانئة. هادئة. نحن حياتنا ضجيج بخوف. صاخبة وطعنات بتخوف، في شيء مانو حلو، في شيء مانو صح. حرمت الغناء من بهذا السبب؟ لا مو حرمت الغناء، هي ليس يعني ما كان عندي قناعة انه هي ستصبح مطربة كذا، بس كان ممكن، يعني ممكن. فأنا لغيت لها هاي الفكرة كلياتها. شو عملت؟ عملت أدب إنجليزي والثانية؟ أدب إنجليزي، وتجوزوا وأوضاعهم كويسة ومنيحة وأريح لهم كلها اللي وصعي شو بدون بيعرف. ابن الفنان معقول يصير فنان ضروري؟ لا ما ضروري، بس إذا في عنده الإمكانية. هلا هو ابن بيئة الفنان، فبيكون أقرب إلى أنه يعني، فممكن ليش لا يعني.